للحديث عن آخر تطورات الوضع في اليمن معنا من إسطنبول الصحفي اليمني السيد محمد الأحمدي. سيد محمد، بداية مرحبا بك. يعني من استمرار ميليشيا الحوثي بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه السعودية، فلنبدأ، ما الرسائل المراد إيصالها من هذه العمليات؟ الحقيقة أنه لم تتوقف هجمات ميليشيا الحوثيين باتجاه الأراضي السعودية أو حتى في الداخل اليمني. قبل يومين كان هناك هجوم حوثي بصواريخ باليستية استهدفت محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، المنزل يأوي أطفال ونساء، وهذه الهجمات صارت جزءا من سلوك ميليشيا الحوثيين، لا سيما وهي تستهدف الأعيان المدنية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقواعد النزاع المسلح المعروف على المستوى الدولي. هذه الميليشيا تود أن ترسل رسائل عدة من خلال هذه الهجمات، خاصة ما يتعلق بالهجمات التي تستهدف السعودية، وهي رسائل تتزامن مع جولة حوارات جديدة تجريها الرياض مع طهران وتستضيفها بغداد. هذه الجولة التي عقدت قبل أيام تعد الرابعة بين الرياض وطهران في بغداد، تناولت العديد من الملفات بما فيها الملف اليمني، ملف الحرب في اليمن، وبالتالي هي جزء من أوراق الضغط التي تستخدمها إيران في لتعزيز موقعها الجيوسياسي في المنطقة وتعزيز نفوذها في المنطقة. ميليشيا الحوثيين تثبت مرة تلو أخرى أنها مجرد ورقة إيرانية بامتياز، وأنها جزء من الجيوش الإيرانية التي تحدث عنها مسؤول إيراني قبل أيام، مشيرا إلى أنه من أراد أن يصل إلى طهران عليه أن يعبر من خلال هذه الجيوش في المنطقة، وبالتالي هذه الميليشيا هي إرادة إيرانية بامتياز ولا تمت بصلة لليمنيين وللشعب اليمني ولليمن. طيب، وهي التي جرت على اليمن الويلات خدمة لإيران. التحالف العربي يقول إن هذه العمليات تستهدف المدنيين بالنظر إليها وإلى ممارسات الحوثيين داخل اليمن، أليست هذه أدلة كافية لإدانة الميليشيات بالإرهاب واستبعاد الحل السياسي معها؟ لا شك أن اليمنيين يعني لديهم قناعة راسخة أن ميليشيا الحوثيين جماعة إرهابية بامتياز. إن لم يكن سلوك هذه الميليشيا هو الإرهاب بعينه، فما هو الإرهاب؟ لا يوجد إرهاب في العالم ولا في تاريخ البشرية أسوأ من إرهاب ميليشيا الحوثيين وسلوكها الفاشي بحق اليمنيين وحق المحيط الإقليمي لليمن. هذه الميليشيا إذا كانت تتخذ اليوم المجتمع اليمني الواقع تحت سيطرتها بمثابة رهائن تقايض على سلامتهم وعلى حياتهم وعلى مصيرهم مقابل الاعتراف أو مقابل انتزاع، محاولة انتزاع الاعتراف بها كسلطة أمر واقع في مناطق الكثافة السكانية في اليمن. ميليشيا الحوثيين جماعة إرهابية بامتياز وسلوكها اليومي يؤكد ذلك، ثقافتها وأفكارها ثقافة عنف وثقافة إرهابية بامتياز، واليمنيون ما زالوا إلى اليوم مستائين جدا من قيام الإدارة الأمريكية الجديدة إدارة جو بايدن برفع اسم ميليشيا الحوثيين من قوائم الإرهاب. هذه الميليشيا يجب وصمها بالإرهاب ولا يصح التعامل معها لأنها غير جادة في أي مطالب سياسية حقيقية وواقعية، وليس لديها رغبة في الانخراط في السلام أو وقف الحرب، هي تتغذى على الحرب والعنف الفكري. فيما يخص الاقتصاد، مصادر يمنية أكدت أن ميليشيا الحوثي تتستر على إفلاس بنك اليمن والخليج، إلى أي مدى باتت الميليشيات تعاني يعني اقتصاديا؟ يعني وخاصة هناك من يسأل عن حجم الدعم الاقتصادي الإيراني للميليشيا، كيف تنظر إلى الأمر من الناحية الاقتصادية؟ أنا لا أعتقد أن ميليشيا الحوثيين تعاني من الناحية الاقتصادية، على العكس من ذلك ميليشيا الحوثيين مارست عملية تجريف واسعة لقطاع المال والأعمال في اليمن، استأثرت في بداية الأمر بموارد البلاد وسرقت الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في البنك المركزي فور سيطرتها على العاصمة صنعاء في 2014، كما قامت بمصادرة كل الموازنات التشغيلية للخدمات الأساسية في البلاد،
وفي نفس الوقت مارست التضييق على قطاع المال والأعمال، وعملت بالتوازي مع ذلك على إنشاء طبقة جديدة تنتمي إلى هذه الميليشيا وعناصرها، طبقة رجال مال وأعمال دخيلة وطفيلية على قطاع المال والأعمال في البلاد. واليوم من يشاهد مشرفي ميليشيا الحوثيين وعناصرها يجدهم في طبقة برجوازية للغاية وأغنياء جدا، وأثروا من خلال هذه الحرب بالنهب والسطو على أموال الدولة وعلى أموال الخصوم. ثم أنشأت ميليشيا الحوثيين محاكم تابعة لها تقوم تبرر أو تعمل على غسل جرائم نهب ممتلكات خصومها السياسيين، لا سيما الذين غادروا مناطق سيطرتها هربا من بطش هذه الميليشيا. وبالتالي الميليشيا الحوثية لديها موارد هائلة، ناهيك أيضا عن الموارد التي تحصل عليها من خلال الضرائب والإتاوات، وأيضا الأموال الكبيرة التي تحصل عليها من خلال شبكات الاتصالات والسوق السوداء للمشتقات النفطية. إذا هناك أموال هائلة اقتصاد حرب تديره ميليشيا الحوثيين في الوقت الذي تعمل على اتباع سياسة ممنهجة لإفقار وتجويع الشعب اليمني. نعم، نشكرك شكرا جزيلا من اسطنبول الصحفي اليمني الأستاذ محمد الأحمدي.